الخلفيات السياسية لا ترغب في البقاء الأمريكي، والإرادة الوطنية راغبة في البقاء إدراكا منها أن التحديات التي يمر بها العراق وفي ظل التوازنات الإقليمية يحتاج إلى الدعم الدولي لافتقاره إلى وسائل إدارة أزمة، إن لم نقل إدارة صراع على مستوى القدرات الوطنية محدودة، وبالتالي نحتاج إلى تعزيز القدرات الوطنية بمنظومة تحالفات دولية. هل الولايات المتحدة ستغادر العراق أم لا؟ في تقدير أن الولايات المتحدة لن تغادر في ظل هذا الظرف وفي ظل هذه التحديات التي تمر بها المنطقة عموما والعراق خصوصا، الاجتياح التركي، التداخلات في النفوذ في بالنسبة لإيران، كلها تدفع الولايات المتحدة إلى تبلي خيار البقاء في العراق. قضية أن تنسحب الولايات المتحدة في هذا الوقت، هذا الموضوع مستبعد. نعم، قد تخفض عديد قواتها، قد تعيد انتشار قواتها، لكن موضوعة الانسحاب استراتيجيا غير ممكن في هذا الوقت لاعتبارات عدة. أولا، قضية الملف الإيراني لم تحسم، القضية السورية لم تحسم بصورة نهائية، ثم أن هناك قضية أساسية هو أن العملية السياسية في العراق لم تسير لحد الآن بالطريق الآمن بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. بالتالي كل هذه الأسباب تعطينا حقيقة ثابتة، هو أن الولايات المتحدة وجودها العسكري الآن سوف يبقى على الأقل في المستقبل القريب.